يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في آخر فقراتنا لليوم. ما بين الخيال والواقع والحب والكره يولد شعور وتتكاثر أحاسيس قد تكون بطبيعتها ملغمة بحدس متناقض، كما أكدته لنا نصوص ضيفتنا في الاستوديو الكاتبة السعودية رفاء السيف التي وقعت كتابها الجديد عيناء اللوز في معرض الكتاب الدولي بالرياض. يا أهلا وسهلا فيك رفاء. رفاء، في البداية يعني كلميني عن نفسك، من هي رفاء السيف؟ رفاء السيف كاتبة سعودية، صدر لي 3 كتب، أول كتاب ونحترف الحزن، الكتاب الثاني رئة واحدة، والكتاب الثالث عينان لوز. عينان لوز. طيب خلينا نتكلم في البداية عن آخر إصدار لك اللي هو كتاب عينان لوز، يعني كيف كتبتيه، إيش قصته، كم أخذ معك وقت في الكتابة؟ عينان لوز هو أقرب ما يكون للنص الروائي، يحكي عن بنت كانت تحب شخص وفقدت الشخص هذا بموت أو رحيل، انكسرت لرحيله وفقدت المتعة بكل شيء في الحياة. بعد فترة بدت تنسى، بدت تستمتع مرة ثانية بالحياة، فهي ما بين شعورين، شعور أنها سعيدة أنها تجاوزت حزنها، وشعور إحساسها بتأنيب الضمير أنها نست الشخص اللي تحبه. يعني في شعور متناقض نوعا ما. وبعد في جملة لفتت انتباهي على الكتاب، ومن هذا الحب أخبرني الله أنه فتح على قلبي بابا للجنة. يعني من وين اقتبستي هذه الجملة، أو ليش اقتبستيها وخليتيها على غلاف الكتاب نفسه؟ أنا اخترت الجملة الأقرب لقلبي وخليتها على غلاف الكتاب، لكن يبدو أن الجملة هذه لاقت صدى واسع، يعني كثير ناس حبتها وكثير ناس صارت تستخدمها. إيش معناها الجملة هذه اللي هي يعني يمكن بعض المشاهدين ما انتبه لها لي، ومن هذا الحب أخبرني الله أنه فتح على قلبي بابا للجنة؟ الإنسان لما يحب شخص حب حقيقي، يعني العبارة حرفية فعلا، لما تحب شخص حب حقيقي راح ينفتح في قلبك باب للجنة، لأن يعني الحب يفتح لك شعور ما يفتح لك أي إحساس ثاني. يعني جميل تعبيرك رفاء، والأجمل وجودك بيننا، لكن أنا حابة أعرف متى بديتي في الكتابة فعليا؟ أنا بدأت في الكتابة من لما كنت طفلة، من لما كان عمري 10 سنوات تقريبا. فالكتابة بالنسبة لي موهبة أو ملكة، ما هي شيء تدربت عليه أو تعلمته أو درسته. يعني الكتابة مو ممكن تكون صناعة أو تعليم، لازم تكون مهارة. بالنسبة لي ما أعتقد أنها ممكن تكون صناعة، لأنها ما هي خط إنتاج معين أقرأ كتب وأنتج كتب. الكاتب عنده الملكة أنه يصنع من كل الأشياء اللي حوالينه كتاب، بس اللي ما هو كاتب حتى لو قرأ، حتى لو يعني حاول أنه يسوي الشيء هذا، ما راح يكون أكيد زي الكاتب اللي الشيء هذا موجود عنده أساسا. طيب رفاء، كيف اكتشفتي أن عندك موهبة الكتابة من الصغر؟ مين اكتشفك؟ تقريبا الوالدة اكتشفتني، هي كانت تقول من صغرك أنت تحبين تقرأين كل شيء، كل شيء يدخل البيت تحبين تقرأينه. ونوعا ما كانت طفولتي هادية، ما كنت زي الأطفال الباقين، يعني شوي كثيرة الحركة. كمان أستاذاتي اللي درسوني بالذات اللغة العربية لاحظوا أنه مستواي بالكتابة مختلف عن بقية الأشخاص اللي في عمري. يعني القراءة بشكل كبير ومتزايد ممكن تدعم الشخص على الكتابة أو تساعده على الكتابة. أكيد. يعني في كثير من الأشخاص تقرأ يعني على مدى بعيد من السنوات كتب لكن ما تعرف تكتب. أكيد هو القراءة عامل مساعد للكتابة. يعني إذا أنت شخص عندك ملكة الكتابة وعندك الموهبة هذه لكن ما قرأت كتب كثير، بعد فترة راح تبدأ العبارات نفسها تتكرر، راح يبدأ الشعور يكون متشابه، راح تبدأ المفردات تكون مكررة. لكن الشخص لما يكون عنده ملكة الكتابة ويكون قارئ نهم أو قارئ متذوق، مو شرط نهم، بيكون عنده مفردات جديدة، بيكون عنده قدرة أنه يعبر عن مشاعره بأريحية. يعني هو الكتابة تشبه الرسم، لما أنا أجيب رسام موهوب لكن ما أعطي إلا لونين أو 3 ما راح يقدر ينتج لي لوحة بجمال، لما أجيب رسام وأعطي كمية ألوان وأدوات صحيح. بيكون عنده حرية أكبر أنه يستخدم الأشياء اللي تساعده في إنتاج عمله. فهي الكتابة قريبة من الفكرة نفسها. طب بمناسبة التعبير عن المشاعر، خلينا نتكلم على إصدارك الثاني من الكتب اللي هو نحترف الحزن. هو أول إصدار لك؟ أول إصدار. يعني كان يتكلم عن مشاعر المراهقين أو تجارب المراهقين نوعا ما. أيوة، هذا الكتاب كان قصص قصيرة وكان نصوص،
وأنا أعترف الحزن أنا ما كنت مخطط أني أكتب كتاب أو ما كان في بالي أني أسوي كتاب، كان حلم بس ما كنت معتقد أنه ممكن يصير شيء حقيقي وألمسه بيدي. لكن في أشخاص أخذوا بيدي وساعدوني وآمنوا فيني، قالوا لا أنت تقدرين تسوين كتاب، فكان زي الحلم يعني. وأنا أعترف الحزن رئة واحدة اشتغلت عليه، يعني ثاني إصداراتي اشتغلت عليه، كان نتاج تقريبا نصوص سنتين مريت فيها بحالات مختلفة من الحزن من الفرح من الفقد من أشياء كثير. فأنا لما أقرأ رئة واحدة كل نص يذكرني بحدث معين أو بشعور معين، ما هو حدث، مو شرط حدث يعني. طيب رفاء، بمناسبة الكتابة وكتبك الجميلة اللي أصدرتيها يمكن فيها نوع من الخيال، فيعني عندي سؤال، لو خيرتي بين معايشتك للواقع وانك تعيشين في الواقع الحالي او واقعنا الحالي وفي انك تعيشين يعني قصة خيالية او عالم الخيال، وش راح تختارين؟ هو صعب نفصل بين العالمين، صعب ان نتخلى عن عالمنا الحقيقي ونعيش بعالم خيالي تماما، وصعب ان نكون واقعيين 100%. بالنسبة لي انا ككاتبة صعب اني اكون واقعية 100%، فما في اختيار واحد مناسب، ما في عالم حقيقي خالي تماما من الخيال أو عالم خيالي خالي من الحقيقة، بس الكاتب يأخذ من هنا ومن هنا. يعني حتى الأشياء اللي أكتبها بعضها أنا مريت فيها، بعضها أشخاص حولي مروا فيها، بعضها أشياء متخيلة ما لها أي حقيقة يعني. طب بمناسبة الأشخاص يعني أو القصص اللي أنت تسردينها عن أشخاص آخرين، يمكن جاتك اتهامات أو بعض المشكلات بسبب تقمصك لبعض الشخصيات في كتاباتك؟ هي ما هي مشكلات قد ما هي السؤال الأكبر، مين هو ملهمك؟ أنت لمين تكتبين؟ ليش كتاباتك بصيغة المذكر نوعا ما، مذكر يعني للمؤنث لما لاحظتها يعني موجهة لأنثى وليست لرجل، كأنها مكتوبة بقلم رجل وموجهة لأنثى. أيوة، أنا الكتابة عندي ما هي مدروسة، يعني أنا ما أفتح الكمبيوتر مثلا أو الورق وأقول خلاص أنا راح أكتب هذا الشيء المعين، لا، هي تجي شعور. ممكن أنا أخذ الشعور هذا من شيء قرأته، من شخص مر علي مثلا مجتمعي، من أي شيء ممكن يلهمك، أي شيء حوالينك ممكن يلهمك، مو شرط التجربة الشخصية وما هو شرط القراءة. طب إيش أبرز ردود الفعل اللي جتك على كتبك رفاء؟ كثير يجيني ردات فعل على كتبي، كثير أشوف ناس يستخدمون عبارات أنا أكتبها لأشخاص آخرين يحبونهم، وهذا الشيء بحد ذاته متعة ما حد يفهمها إلا اللي يكتب. في مرة واحدة حكت لي على تويتر، قالت لي أنا توفت والدتي والشيء الوحيد اللي ساعدني أتجاوز حزني فعلا هو كتابك رئة واحدة. فالأشياء اللي كذا أو الشعور اللي كذا ما يشترى بأي ثمن، يعني إنه شعورك أنت ساعد الأشخاص الآخرين هذا بحد ذاته ممتع. يعني أوقات يمكن تكتبين لمساعدة الآخرين للتعبير عن مشاعرهم اللي يمكن الكثير منهم لا يستطيعون التعبير عنها. طيب رفاء ككاتبة وروائية، يعني نبي كلمة نختم فيها هذه الفقرة أو جملة نختم فيها عن القراءة. لما أنزل الله رسالته إلى محمد عليه الصلاة والسلام عشان ليطمئنه ويؤمن خوفه، كانت الكلمة اللي اختارها عز وجل هي اقرأ. فهذه الكلمة هي رسالة الله للبشر، اقرأوا. يعني بهذه الرسالة رفاء السيف الكاتبة السعودية ومؤلفة كتاب عيناء اللوز نختتم فقرتنا أو نختتم حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. تمسون بألف خير. Thank you.